وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. وأيضا معنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، حياك الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ حسين، بداية يعني وفاة طفلين من الخدج إثر اعتداء القوات أو قوات مكافحة الشغب على مستشفى الحبوبي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، يعني كيف تصف هذا الاعتداء؟ وهل يعني المستشفى هو هدف أو به متظاهرين عملاء كما وصفهم عادل عبد المهدي؟ لا، وهذه جريمة، وهي الجريمة يجب أن لا تمر هكذا. ولكن أنا أعتقد هناك يعني جرائم حدثت في الناصرية ومجزر حدث في الناصرية، لكن هناك تكتم يعني تكتم إعلامي على ما جرى في الناصرية، وما يعلن ما هو إلا القليل لما جرى، خصوصا مساء أمس كانت هناك مجزرة، وقد لاحظنا بعض الفيديوهات كيف الاعتداء على الطلبة وكيف وصل إلى المستشفى. مجرد أنه إطلاق الغاز في داخل المستشفى هي تعتبر جريمة، حتى لو لم يمت أحد من الأطفال أو يعني هذه جريمة يجب أن يحاسب عليها. إذا القانون العراقي عاجز عن محاسبة هؤلاء فيحالون هؤلاء إلى القانون الدولي لمحاسبتهم. يعني هذه جريمة ولا يعذر، حتى لو كان داخل المستشفى مجرم لا يمكن استخدام مثل هذه الأسلحة. لهذا السبب هذه جريمة على المجتمع الدولي أن يقف بجانب الشعب العراقي وينقذ الشعب العراقي مما يجرى عليه من جرائم. نعم، اسمح لي أنتقل بالسؤال للسيد لبيد الصميدعي. هذه الجريمة التي نتكلم عنها في مستشفى الحبوبي جريمة فظيعة في الحقيقة، ومقتل يعني خدج بهذه الطريقة لا أعرف كيف تتعامل مع الحكومة، لكن على ما يبدو أن هذه الجريمة لم ترتع القوات الحكومية عن الاستمرار في قتل مزيد من المتظاهرين كما حصل بالقرب من جسر الزيتون في الناصرية. بماذا تفسر السعي إلى القتل الممنهج من دون إحساس أو رادع حقيقي لتلك القوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أن نترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه المظاهرات في هذه الثورة، ونسأل الله تعالى أن يعجل في شفاء الجرحى، وكذلك نسأل الله تعالى أن يعجل في إطلاق سراح المخطوفين، وبلغوا أكثر من 30 مخطوفا. وبالمناسبة هناك سؤال، واليونيسيف اليوم تدخل في مسألة، بالإضافة إلى وفاة الخدج هناك مسألة، هناك أخبار تفيد بأن تم اختطاف 20 طالبة، فاليونيسيف يريد من التوضيح من الحكومة والقوات الحكومية بهذا الشأن. عملية المجازر الدموية التي ترتكبها القوات الحكومية يوميا وبشكل خاص في الناصرية منذ 3 أيام وتصاعدت يوم أمس، هذه العملية بالحقيقة لا نستغربها، لأن هذا النظام لا يعرف الرحمة، لم تلامس رحمته شغاف قلبه. وبالنسبة للنظام أصبح يدرك تماما بأنه في بالضد من الشعب، وأنه في حالة حرب ضد الشعب العراقي. وبما أن الناصرية تم التصعيد في الناصرية، التصعيد الذي حصل في مدينة الناصرية على فكرة هناك سببان مباشران لهذه أستاذ اسمح لي أتوقف هنا للسؤال عن لماذا الناصرية، لماذا تشتد الهجمة عليها بهذه الصورة باعتقادكم؟ نعم، الناصرية لأنه أولا لأنه مدير التربية حصروا مديرية التربية، لأن مدير التربية امتنع، وقف بالضبط من مسألة العصيان المدني أو الإضراب الطلابي. الطلاب كانوا متحمسين وكانوا كلهم يريدون الإضراب عن الدراسة والتوجه إلى ساحة الحبوبي للمشاركة ومؤازرة المظاهرات وحماية المتظاهرين من الهجمات التي يتعرضون لها من قوات الشغب. هذا السؤال، السبب الأول. السبب الثاني لأن مدير صحة الناصرية امتنع أو منع المستشفيات من استقبال المزيد من الجرحى، وكذلك تواطأ مع القوات المهاجمة من أجل محاصرة مستشفى الحبوبي والاعتداء، وهذا الذي حصل في مستشفى الحبوبي. نعم. الاعتداء على الجرحى وضرب المستشفى بالغازات ووفاة الأطفال الخدج كما تفضلتم. نعم. هذا السببان المباشران اللذان جعل التصعيد في الناصرية يصل إلى شأوه ويحدث ما يحدث، والعملية ستزداد. وأنا أعتقد
ولذلك تمت مهاجمه مسؤولين، احدهما عضو برلمان والاخر سكرتير عبد المهدي، واعتقد انكم تفضلتم بهذا. ابقى معنا استاذ لبيد. استاذ حسين، يعني الناصريه اليوم تسطر ملحمه عبر اهاليها وعبر المتظاهرين المتواجدين لديها، لكن ما هو سر الصمود الاسطوري للمتظاهرين في الناصريه امام اله القتل الحكوميه؟ يعني اولا هذه ليست اول ملحمه للناصريه ولا تكون اخر ملحمه. الناصريه هي ذيقار ما قبل الاسلام، موقفها مع الفرس، ذيقار القادسيه الاولى، ذيقار القادسيه الثانيه، هكذا هي ذيقار، هي قلعه عربيه اسلاميه في مواجهه اي تمدد فارسي، هذا هو تاريخها. اريد لها ان تمسخ من هذه الهويه ولكنها ابت، الا ان تكون هذه المدينة تعود إلى أصولها ذيقار، سواء كانت ما قبل الإسلام وما بعده. فهذا الموقف الأسطوري هو ليس بغريب على أهل الناصرية، بل هو يضاف إلى مواقفهم السابقة وامتداد إلى مواقفهم اللاحقة. السؤال هنا عن التعزيزات العسكرية التي تقوم بها الحكومة من بغداد إلى ذيقار لقمع التظاهرات لسيطرة على الجسور، هل نتوقع مجزرة جديدة أخرى في الأيام القادمة ربما؟ يعني أولا لماذا هذه القوات؟ أعتقد أن هناك بعض القوات داخل المدينة لم تستجب، ولاحظنا في كربلاء خروج بعض القوات الشرطة. لهذا السبب أعتقد الحكومة ليس لديها ثقة في القوات اللي موجودة، ولهذا سبب هذه التعزيزات. أما هل وجود مجزرة؟ أنا أعتقد لا أستبعد أن تقوم الحكومة بمجزرة في أي مدينة كانت في العراق وخصوصا في الناصرية، فالمجزرة ممكن، وعلى المجتمع الدولي أن يمنع مثل هذه المجازر. ونكرر أنه لابد من تدخل المجتمع الدولي في الساحة العراقية، لأن أصبحت هناك مجازر متعددة وهناك قتل كثير جدا، أكثر من 400 شهيد، 15,000 جريح. متى يتدخل هذا المجتمع الدولي؟ إلى أي عدد؟ هل ينتظر أعداد؟ يعني هل هي كذا أعداد؟ فلابد من تدخل المجتمع الدولي منع هذه المجازر وخصوصا في الناصرية. أستاذ لبيد، أوجه إليك السؤال، يعني عن المجتمع الدولي الذي ذكره الأستاذ حسين السبعاوي. حسب المعاهدات الدولية في حالات الحرب، ونحن لسنا بحرب في العراق، لا يجوز أن تستهدف أي مؤسسة طبية أو أي منظمة طبية لتقديم العلاج. اليوم هنالك استهداف إلى منشأة طبية هي مستشفى الحبوبي في الناصرية، هذا يعني مخالف للقوانين الدولية. لماذا تسكت الأمم المتحدة؟ لماذا يسكت المجتمع الدولي والغرب على هذا الأمر؟ بالحقيقة هناك كان صمت طويل، لكن اليوم أو منذ بضعة أيام بدأ المجتمع الدولي يغير مزاجه ويغير رأيه. في الدورة 34 التي تعقد الآن في الأمم المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذه الدورة رقم 34 لمراجعة مسألة حقوق الإنسان للدول الأعضاء في هذه المنظمة، وحضر وهناك وفد يتألف من وزير العدل وبالإضافة إلى وفد ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. بالحقيقة تعرضوا إلى هجمة شرسة من قبل عدة مندوبين من الأمم المتحدة في هذا المجلس، وتعرضوا إلى توبيخ من قبل، خصوصا من قبل الممثلين الأمريكي والكندي والإسترالي والألماني بشكل خاص، وانتقد وأدانوا الإجراءات أو التعسفية الحكومية والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوة حاليا، وهناك ولديها قائمة بأكثر من مسؤول عراقي بالحقيقة ستتم محاكمة وسيتم استدعائهم والاستماع إلى شهاداتهم. نعم. لا سيما بأن عددا كبيرا من هؤلاء المسؤولين يحملون مزدوجي الجنسيات، لديهم جنسيات أوروبية. طيب. ومنهم وزير الدفاع ذو الجنسية السويدية، وعادل عبد المهدي نفسه الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، هؤلاء يقدمون للمحاكمة. طيب. نعم أستاذ حسين، يعني لما هذا التغير في جنة هنس بلاسخارت؟ اليوم يبدو أنها تغازل المتظاهرين. يعني أعتقد هناك كانت ردة فعل عراقية، يعني المتظاهرين والإعلام الوطني والسوشيال ميديا جميعها هي شخصت أخطاء الممثل الأمم المتحدة، ويعني فضحت سلوكها المنحاز للحكومة ضد المتظاهرين، فأعتقد أرادت أن
تغازل المتظاهرين، ولكن لحد هذه اللحظه لا يكفي كل ما قالته. المجتمع العراقي يريد افعال، يريد تقارير يعني تقدم الى الامم المتحده ذات مصداقيه، ليس تقارير صحفيه تعلن في وسائل اعلام عراقيه لا نعرف مضمونها حد ما ترسل الى الامين العام. المجتمع الدولي يحتاج الى تقارير منصفه حياديه تنصر الشعب العراقي لما يجري عليه. اعتقد المؤتمر المتحده لحد هذه اللحظه غير موفقه في جميع ما قامت به. اعتقد يعني مثل ما يعتقد كثير من المراقبين ان الميدان هو الذي سيقرر كل شيء استاذ حسين، والدليل على ذلك ان نشاط ذي قار الان والمحافظات الوسطى والجنوبيه بهذا الزخم سبب صدمه كبيره للاحزاب ولميليشياتها، ودخولهم على خط الثورة إلى أي مدى يمكن أن يغير المعادلة؟ شوف أنه المجتمع الدولي يريد فعل على الأرض. أعتقد الذي حرك المجتمع الدولي وحرك الأمم المتحدة هو أداء المتظاهرين على الساحة. أما دخول بعض الأحزاب ودخول بعض القوى على التظاهرات لا يسعمل أن يدخلوا أفراد مواطنين، أما أن يدخلوا كأحزاب، وهذا الأمر لن يعني لن يمضي وغير مقبول. والمتظاهرين على مستوى عالي من الوعي السياسي والثقافي ويدركون ماذا يحصل، ولهم تجارب سابقة مع هذه القوى السياسية عندما تدخل المتظاهرات كيف تفسدها وكيف تحصد نتائجها لها. هذا الأمر يعني عفى عليه الزمن وانتهى، نحن في مرحلة جديدة ومتظاهرين لديهم من الوعي العالي لا يسمحون مثل هذه التصرفات. نعم أستاذ نبيد، على ذكر الأحزاب والميليشيات، في بيان له اتهم مقتدى الصدر الناشطين في ثورة تشرين أنهم يتحركون وفق أجندات أمريكية. كيف تقرأ دخول الصدر على خط شيطنة الناشطين الذي بدأه عادل عبد المهدي مسبقا؟ هذه هي حقيقة الصدر. الصدر هو بالحقيقة جزء من العملية السياسية منذ بدايتها منذ 2004، واستطاع في للأسف أن يخادع كثير من البسطاء وحسنين نية، لكنه انكشف منذ وقت مبكر، والآن هو تعرى تماما، تعرى حتى وسقطت أوراق التوت كلها عنه، أصبح واضحا أكثر عمالة لإيران من سواه. المقتدى الصدر بالحقيقة انتهى وسقط سقوط باقي الأحزاب، جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية سقطت، وعلى رأسهم مقتدى الصدر. ربما كثير حتى كثير من أتباعه ومناصريه نأوا بأنفسهم عنه وأداروا ظهورهم له، وأصبح بالحقيقة معزولا، وهو جزء والآن وهو يقف الآن في خندق أعداء الشعب مقتدى الصدر. العملية السياسية سقطت وانتهت، والنظام القائم في المنطقة الخضراء أصبح مشلولا ولا يستطيع أن يدير أكثر من محيط المنطقة الخضراء حاليا، وهو لا يستطيع أن يدير الأزمة إلا من خلال الملف الأمني البحت. النظام ساقط ومتهاون، وكل ما يحتاجه المتظاهرون إلى المطاولة والصبر والمحافظة على مستلمية وعدم السماح لدخول ولركوب أي موجة من قبل أي حزب سياسي، سواء كان في العمليه السياسيه او حتى من قبل الاحزاب السياسيه. كما تفضل ضيفكم، يجب ان المشاركه يجب ان تكون مشاركه فرديه، ويجب ان ينتقل المتظاهرون الان الى مساله اعداد النظام السياسي البديل حتى لا. قبل سقوطه وقبل استسلام النظام الحالي يجب الاعداد في ركائز النظام الوطني البديل، والذي يبدا بتجهيز الاعداد في للجمعية الوطنية التي هي بديل للبرلمان، والجمعية الوطنية التي سينبثق عنها الحكومة المؤقتة حكومة تكنوقراط من مستقلين وأكاديميين. نعم. فهذه يجب أن تجهز هذه الركائز كبديل وتقدم للعالم كنموذج بديل أفضل من النظام المهترئ الحالي الذي ثبت فساده ولم يعد احد لا دوليا ولا محليا ولا عربيا ولا اسلاميا اصبح مقبولا هذا النظام. نعم، شكرا لك سيد لبيد. استاذ حسين، هناك يعني اشكال متعدده من مناصره الناس لبعضها البعض داخل المحافظات، ولكن هناك دعوات كما لاحظنا لنصره المتظاهرين في الناصريه على وجه التحديد ونصره اهلها. كيف يمكن نصرتهم في الناصريه وفي ذي قار بصفه عامه؟ يعني هي ادناها الدعاء لهم باخلاص،
هذه أدناها. أعتقد أنه أفضل مشاركة يجب أن تمتلئ ساحات الناصرية بالمتظاهرين، ينزل الشعب بكامله إلى مدن الناصرية ليمنع القوات من أن ترتكب مجازر. أعتقد على الإعلام الوطني أن يفعل ويخصص برامج خاصة بالناصرية للناصرية. أعتقد على السوشيال ميديا أيضا أن تتحرك، سواء تويتر فيسبوك غيره، كل هذه تعمل لصالح الناصرية، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتدخل، أن يمنع أي مجزرة تحدث في الناصرية. نعم. وماذا عن الاعتداء على الطلاب؟ جريمة، هذه جرائم ضد الإنسانية، اعتداء على الطلبة، اعتداء على المستشفيات، اعتداء على النساء، على الأطفال. هذه الجرائم هي كلها جرائم ضد الإنسانية باختصاص المحاكم الدولية. هؤلاء لابد أن يذهبوا إلى محاكم دولية، لكن الآن لأنهم في السلطة ولا تستطيع أحد أن يتعامل معهم فوق هذه القوانين القضائية، والمجتمع الدولي شيئا ما غض الطرف عنهم، وإلا نهايتهم جميعهم إلى المحاكم الدولية. ضرب الطلبة، هذول الأطفال الخدج، المستشفيات، هذه كلها جرائم ومدونة لدى الحقوقية. لكن نلاحظ أن دخول الطلاب على خط الثورة هذا أمر ليس بالبسيط في الحقيقة. هذه شريحة مهمة جدا، وهي التي تكتب مستقبلها بيدها وبتضحياتها. ما أهمية أن يدخل الطلاب بهذا الشكل من الجنسين على خط الثورة؟ هذا يعطيها صفة الثورة الحقيقية. الثورة يجب أن يشترك فيها كافة أطياف المجتمع، وأكبر يعني من أكبر زخم أن يعطيها زخما كبيرا هو الطلبة. ولهذا السبب نجد أنه نقابة المعلمين جميع المحافظات والمركزية جميعها أعلنت الاعتصام والدعم للتظاهر وإضرابات عامة. هذا يعطيها الوصف الحقيقي بأنها ثورة. نجد المشارك فيها الطلبة والنساء والأطفال، جميع أطياف المجتمع. ليست ثورة حزبية، ليست مظاهرات فئوية ولا حزبية ولا لا، هي ثورة شعب. لهذا سبب وجود الطلبة هو زيادة زخم للتظاهرات وأعطاها صفة الثورة الحقيقية. كيف سيدافع عن نفسه من قام برفع هراوة بوجه طالب في المرحلة المتوسطة؟ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام قضاء نزيه، لا يستطيع أن يدافع. لكن إحنا أمام قضاء يغض الطرف عن هؤلاء، هو غض الطرف سابقا عن المخفيين قسريا، عن الجثث المجهولة التي دفنت منذ 2003 إلى الآن. كل هذا هو الذي سمح لهؤلاء بأن يعتدوا على الطلبة وعلى الأطفال وإلى آخره. وهؤلاء أصل أغلبهم من أصول ميليشياتية وليست من أصول قوات مهنية مدربة تعرف حقوق الإنسان وتعرف البرنامج الوطني. هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم؟ لا يمكن أن تسقط هذه الجرائم بالتقادم أبدا، لكن عندما تكون هناك حكومة وطنية آنذاك الشعب العراقي سيفعل هذه القضايا وكل يأخذ استحقاقه وعقوبته بما يستحق. إلى ذلك الحين، ما الواجب على مؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية العراقية سواء داخل العراق أو خارج العراق؟ أول نقطة أهم شيء التوثيق. التوثيق. التوثيق مهم جدا. هذا التوثيق هو الذي سيدين، ومنه يبدأ. من التوثيق تبدأ المحاكم، تبدأ التوثيق. ماذا يعني التصوير؟ ساعة الحدث، الجاني، المجني عليه، كل هذه هي مهمة جدا للمنظمات الحقوقية أن توثق هذا وتفتح أرشيف وسجل كبير جدا. ممكن أنه القضاء المحلي لا يحل هذه المشكلة، نقلها إلى المحاكم الدولية. نعم. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، حياكم.